الشيخ عاوز عشان ياخدونا يا يلا يا سيف انت يا فندي يا فندي يا فندي خدنا ابو علي خدنا ابو علي خدنا في الميدة من فضلك يا سيف شوف الجوامع روح صلوا يا واد خليك بعيد يا واد احصل الجامع صلي في الجامع هناك الجامع هناك لا تروح صلي هناك مش عاوز الامام ها صلي بس تروح الامام ما تخافش يا ده تمثيل شوف ازاي هناك كمان تروح تصلي وتروح البيت بتاعك شوف الشمس الفاتحه ازاي يلا نروح صلي يا ده هو يا اخي روح صلي انت هو عندك بيبيع كتب اهو عشان الزياده الله مزح يا ابني روح هكذا انت هو انت صغير انت تعالى ايه اللي حوش العالم دي عني الله 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 روح صلي انت هو يا اخي روح شوف شوف حتى انا عندك انا هصلي يا اخي اهو روح لا بس تعالى روح تغمر تغنوا بتاع الزيت محدش ابدا استغنى يا حبيبي خليكي ورا مش كده ايه نال فيتك وفيت فيتك كمان اذا كان يزعلي روح ورا يا شيخ انت ضايقتني الله ينالك انت بيضحك ليه؟ الله ينال في يدك وفيت في يدك روح مش يزن ابدا امتي مالها يا حبيبي امتي عم زعميت الحانوتي امتي زعميت الحانوتي يا سيدي فضت رواحب يلا بينا جماعة عمال فين الواد ده اللي طلع من الحمام فرق تيزو بتاع سخارة ايه غني فيها اخويا غني ده من تحت طيزك عاوزينك في جنازة اهو الفار يطلع من طيزك يشب الدين عاوزينك في جنازة لا خيرك من خيجينك الفار محمد زبو يا شوف بتاع العيال تعرف طيزك انت تعرف طيزك وتشوف تضحك تقوم من نوم تغلط ازيك انت ازيك يا بتاع العيال ده بتاع صغار باين عليه اتكلم مع ده وكلم مع ده وكلم مع ده عشان تبقى تمام هو
يا سيدي من فضلك يا ولد الكلب روح Thank you.